اهلا بكم من جديد. يعني الى جانب قضيه حلف اليمين الدستوريه، طبعا تشكيل الحكومه والمباحثات والمفاوضات ما زالت تجري لسه، يعني حتى لان اول ما يقسم رئيس اليمين الدستوريه يجب ان يكون لديه تصور على شكل الحكومه عشان الشغل يبتدي بسرعة. المصريون ينتظرون حكومة تبدأ العمل وتبدأ حل المشاكل. المشاورات داخل حزب الحرية والعدالة مستمرة، هناك مقترحات سترفع إلى الدكتور محمد مرسي، والكلام الداير والأنباء بتتحدث لسه أنه التفاوض ما زال جاريا مع الدكتور البلدعي. الأسامي اللي كانت مطروحة كان فيها الدكتور حازم ببلاوي، أنا اتصلت بيه بالأمس وأكد لي أنه لم يبلغ بأي شيء، محدش طلبه. الدكتور فاروق العقد أيضا تحفظ على الخبر. يعني نحن في انتظار. دكتور حسام عيسى كان معنا على الهاتف بالأمس وأكد لنا أنه برضو محدش، يعني ليس لديه أي معلومات عن أنباء ترشحه، يعني ما فيش أي حد اتصل بيهم حتى هذه اللحظة. يعني الكلام برضو اللي داير داخل أو في أروقة الحرية والعدالة هو أنه لن تكون هناك محاصصة بشكل واضح، ولكن ستكون الوزارات أو الحقائب الوزارية بالكفاءة، وأنه الأساس طبعا هو الاتفاق على اسم رئيس الوزراء، لكن برضو يعني هيبقى في نسب إلى حد ما، تقريبا حوالي 20% للحرية والعدالة، وحيكون هناك توزيع بقى مقاعد للنور وللوفد وما إلى ذلك، لكن مش بشكل حصص. يعني هو الحقيقة الموضوعين متناقضين، منين بيقولوا ما فيش محاصصة وبعدين بيقولوا لا 20% وبعدين ندي كل حزب عدد من المقاعد، عشان كده بنقول إنه أو عدد من الحقائب عفوا، عشان كده بنقول لسه الكلام مش واضح. يعني طبعا الشريك الأول للحرية والعدالة هو حزب النور، يعني وهو التيار الأساسي الذي دعم، غير الإخوان المسلمين، الذي دعم الدكتور محمد مرسي في الانتخابات. نحاول نعرف رأيه الدكتور الأستاذ سيد مصطفى نائب رئيس حزب النور. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك. استاذ سيد، يعني هل بداتم مشاورات مع الحريه والعداله؟ هتقعدوا امتى مع الدكتور مرسي بشان الحقائب الوزاريه؟ قول لي تصور النور للحكومه. احنا طبعا مقدرين انشغال الدكتور محمد مرسي في اليومين اللي حضرتك شايفاهم دول طبعاً. امس واليوم مع المجلس على القوات المسلحه ومؤسسات الدوله كلها، وان شاء الله غدا او بعد غد يبقى في ميعاد للقاء مع حزب النور. واحنا لنا رؤيه ان زي ما حضرتك لمحتي ان البعد تماما عن موضوع المحاصصه. والامر الثاني ان احنا بنستفيد من تجربتنا في مجلس الشعب كقوه سياسيه عموما، انشغلنا في بعض القضايا وبعدنا عن المجتمع، فوجدنا ان في شرخ كبير جدا حصل بين مجلس الشعب وبقيه كمؤسسه تشريعيه وبقيه الشعب. فلما حصل الوضع الطبيعي ان بقى في اختيار للرئيس والوكلاء والى اخره واللجان، وجدنا ان بعض الناس بدات تقول المحاصصه واقتسموا المناصب. احنا بنقول هنتعلم التجربه دي ونجلس مع الدكتور محمد مرسي ونشوف تصوره ورؤيته لشكل مؤسسه الرئاسه ثم الحكومه، ونقول له ان احنا تجربتنا ان احنا في مشكله كبيره جدا بتحصل بين القوى الثوريه الجديده وبين الدولة العميقة اللي موجودة، ابتداء من حضرتك من وكلاء الوزراء لحد أصغر رئيس في أي مؤسسة حكومية، إن في فصل تم بين الفكر القديم وتحقيق أهداف الثورة. فإحنا بنقول للدكتور مرسي لابد كافة الأحزاب السياسية، القوى المجتمعية، الأشخاص المستقلين كلهم، لابد نعمل سياج ضخم جدا مع الدكتور مرسي لإحسان التواصل بين مؤسسة الرئاسة والحكومة الجديدة وال يعني الدولة العميقة اللي موجودة عشان ننجح في تحقيق أهداف الثورة، ولا نقع في المطب اللي حصل بين الخلط بين مسؤولية السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، لما كنا بنحمل في السلطة التشريعية كافة مهام أو مشاكل المجتمع ويقال مجلس الشعب عمل إيه، ومع ان مجلس الشعب كان سلطه تشريعيه ولا سلطه تنفيذيه. اولا خليني احيي حضرتك وكلامك الاول اللي بتعترف فيه بهذا يعني الشق او البعد اللي حصل ما بين مجلس الشعب وبين الناس، والحقيقه قليلين جدا يا استاذ مصطفى اللي يعني بيعترفوا بذلك، فانا بحيي الحقيقه فكر حزب النور اللي بشوفه بيتقدم الحقيقه بيتطور بشكل سياسي واضح يعني الحقيقه، فبشكرك على هذا الراي. دي اول حاجه. تاني حاجه، طيب اذا انتوا تصوركم ايه؟ يعني خلينا بقى نتكلم على الارض. يعني مثلا هتذهبوا اولا انتوا عايزين تقعدوا، هتقعدوا مع الحريه والعداله ولا تفضلوا الجلوس مع الرئيس المنتخب مباشره؟
لا حضرتك، هو زي ما حضرتك الحريه والعداله اعلنت ان اللي بيتكلم عن مؤسسه الرئاسه هو الدكتور محمد مرسي، وان هم كحزب لن يتفاوضوا مع احد، فاحنا نتعامل مع الامر ده بصوره مباشره، وطالبين لقاء للدكتور محمد مرسي، والمسؤولين عن حملته بيرتبون اللقاء بعد ما ينتهي زي ما قلت لحضرتك من لقاءاته الرسميه. وزي ما قلت لحضرتك الهدف الاول هو اللي انا اتكلمت عنه، الهدف الثاني ان احنا هنقول للدكتور محمد ان لابد زي ما هو الزم واعلن، الزم نفسه واعلن، لابد يكون رئيس الوزراء شخصيه مستقله من التكنوقراط، ليست محسوبه على اي تيار مطلقا سواء حزبي او مجتمعي. الامر الثاني ان لابد زي ما حضرتك لمحتي ان الوزراء يكون اعلاء معيار الكفاءه والكفاءه فقط. طب انتوا مثلا في النور شايفين ان فين الاكفاء عندكم في اي حقائب لو كان لكم ان تعرضوا؟ يعني كده هتقولوا له مثلا يا دكتور بص احنا عندنا 1 2 3 4 هذه الاسماء نعتقد انها كفاءات تستطيع انها تشغل هذه الحقائب. في تصوركم ايه في ده يا استاذ مصطفى؟ هو حضرتك احنا قبل يعني قبل انا كلمت الزملاء قبل كده وقلت ان احنا تصورنا قبل ما نجلس مع الدكتور محمد مرسي لا نستطيع طرح تصورنا في الاعلام، ولكن احنا بعد جلستنا معاه ان شاء الله كل ما دار في الجلسات سنعلنه، واحنا هنشوف هو لو ما الاكفاء اللي عندنا المقترحين، لو وجدنا من هو اكفأ واميز منهم احنا نؤخر الاشخاص اللي عندنا، ولنا تجربه سابقه زي ما حضرتك شفت احنا في كحزب كان رقم 2 من ناحيه الحاصلين على 8 مليون صوت في انتخابات مجلس الشعب، لا نقدم احد لرئاسه الجمهوريه، لان احنا وجدنا ان في هذه اللحظه لا يوجد عندنا من نقدمه لرئاسه الدوله. وده هيكون دايما دايما في مثل هذه المناصب، لو وجد من هو اكفأ من الاشخاص اللي احنا مقدمينها هنقدم الكفء لنعبر بسفينه الوطن في هذه المرحله بر الامان. مين بتروه شخصيه افضل لرئاسه الوزراء؟ يعني توافقوا مثلا على الدكتور البرادعي انكم تكونوا في حكومه يرأسها الدكتور البرادعي؟ والله احنا ما عندناش مشكله مع شخصيه الدكتور البرادعي على اساس ان خبرته الاداريه الضخمه في اداره الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، والامر مطروح بالنسبه لنا ان شخص كفء وادار هذه الوكاله بطريقه جيده جدا، وان لو تم ترشيحه ولم يوجد هناك من يعني اغلب القوى السياسيه حصل توافق على شخص الدكتور البرادعي لن نمانع في ذلك مطلقا. بشكرك الأستاذ سيد مصطفى نائب رئيس حزب النور، والحقيقه حزب النور واضح وصريح، يعني ده الحقيقه اللي بيثير الاهتمام بهذا الحزب، حزب ناشئ له تيار واضح تختلف تتفق معاه لكن في النهايه اتجاهاته السياسيه، بيقول يا جماعه انا بتعلم سياسه وكل شويه بتعلم شيء اكتر وبصلح من اخطائي، وده الحقيقه مهم جدا، لا يفضل المحاصصه ويفضل الكفاءه، وده جزء مهم جدا في العمل السياسي. عموما هنشوف تفاصيل هذا الامر، لكن خلونا نذهب الى اجتماع التاسيسيه اللي كان معقود منذ قليل، وزميلنا يوسف شعبان مراسلنا هناك. يوسف، انتهى اجتماع التاسيسيه ولا لسه مستمر؟ مساء الخير يا استاذ لميس. هو بالفعل الاجتماع اوشك على الانتهاء، ولكن ما جاء في الاجتماع انه تم اقرار اللائحه الداخليه لعمل الجمعيه التاسيسيه بشكل نهائي. اللائحه ايضا كان هناك بعض المعوقات، كان هناك بعض التعديلات التي اضيفت على اللائحه، ولكن في النهايه تم اقرارها بشكل نهائي. اللائحه كان هناك مقترح بان يتم اعلان النتيجه او ان تكون اللائحه يتم نشرها في الجريده الرسميه للدوله، ولكن تم الاعتراض على هذا الامر حتى لا تدخل اللجنه او الجمعيه في مشاكل قانونيه اذا ما ارادت التعديل. طيب. وتم ايضا اللائحه بقى، يعني دلوقتي اعتقد الدكتور ايمن نور انتخب وكيلا للجنه التاسيسيه او الجمعيه التاسيسيه؟ تم بالضبط، هو تم انتخاب تشكيل لهيئه مكتب الجمعيه بتضم 5 وكلاء. طيب. الدكتور عاطف البنا، الدكتور محمد كامل، المستشار منصف نجيب سليمان، الدكتور ابو العلا ماضي، الدكتور ايمن نور. نعم. وايضا تم انتخاب عمرو دراج لامين عام، وتم انتخاب 3 امناء مساعدين هم الدكتور اشرف ثابت والدكتوره منار الشربجي والدكتور معتز بالله عبد الفتاح والدكتور وحيد عبد المجيد متحدث باسم الجمعيه. طيب اليوم حضر السيد عمرو موسى لاول مره الجمعيه التاسيسيه، ماذا قال؟ كان الدكتور السيد عمرو موسى حضر النهارده، هو تدخل في مقترح واحد فيما يخص الماده رقم 5 من اللائحه، وكانت هذه الماده بتجعل عمليه التصويت او اتخاذ القرارات فيما يخص اي ماده من مواد الدستور
بالانتخاب، ثم إذا لم يحدث أو حدث تساوي يتم بالتوافق، ولكن هو طلب أن يكون التوافق أولا ثم يتم التصويت إذا لم يحدث توافق، وبالفعل تم أخذ بهذا المقترح وتم إدراجه. أيضا كان النقطة أخرى كانت مهمة جدا أثرت ويعني أخذت مساحة واسعة من الحوار والنقاش، هو عملية إحلال الاحتياطيين محل الأساسيين الأعضاء الأساسيين إذا ما تم يعني فقدنا أي من الأعضاء لسبب انسحاب، سبب وفاة، أي سبب من الأسباب. أثير جدل واسع. كان اللواء ممدوح شاهين ممثل القوات المسلحة كان يرى ضرورة أن يكون الحفاظ على التوازن ما بين الكيانات المختلفة، بحيث مثلا عندنا الأزهر ممثل بخمس أعضاء والكنيسة ممثلة بأربعة، لا يجوز أبدا أن احنا نخل بهذا الحساسية. طيب. طيب. فين نقطة الخلاف اللي حدث فيها أن المستشار الغرياني طرح اسمه للاستفتاء وقال يا جماعة والله هي دي الطريقة اللي حودير بيها الجلسة والجلسات والجمعية التأسيسية، مش عاجبكم نطرح اسمي للاستفتاء، ليه حصل ده؟ كان في النقطة دي تحديدا هي نقطة إحلال الاحتياطيين محل الأساسيين. المستشار الغرياني كان يرى أن عملية الإحلال يجب أن يكون وفق الترتيب القادم من مجلس الشعب وفق عملية الانتخاب السابقة، لأن هو عندما جاءت 100 عضو أساسيين و50 احتياطي، فهو كان يرى أن الترتيب لا يجب أن نحافظ عليه حتى لا يطعن أحد تم تجاوزه في الاختيار في العملية من الاحتياطيين، يتم الطعن قدام محكمة القضاء الإداري، فبالتالي فالخلاف حصل فين بقى هنا؟ السيد عصام سلطان عمل إيه يعني؟ الأستاذ عصام سلطان اعترض لأن الدكتور المستشار الغرياني اعترض أكثر من مرة لبعض التعليقات، فاعترض الأستاذ عصام سلطان على كيفية إدارة المستشار الغرياني للجلسة، وهنا تدخل المستشار الغرياني وطلب الاستفتاء على اسمه او التصويت على رئاسة. وحدث هذا التصويت حدث هذا التصويت بالفعل بدا التصويت، كان هناك اثنين اعترضوا على هذا الامر، الاستاذ الدكتور صلاح حسب الله، وكانت عمليه الاعتراض اعترض عليها بشده، ولكن حتى المستشار الغرياني رد عليه بعنف، لان هو حتى قال له انت من الاساسيين ولا من الاحتياطيين؟ قال له انا من الاحتياطيين، قال له تقعد ساكت لو سمحت ونزل ايدك، لان انت من الاحتياطيين، احنا جاي انت موجود هنا كمراقب ولست عضو اساسي. طب يعني اذا بس جددت الثقه في المستشار الغرياني، جددت الثقه في المستشار الغرياني واستكمل الجلسه حتى تم اقرار اللائحه. طيب. اشكرك يوسف شعبان مراسلنا في الذي يتابع معنا التاسيسيه، اجتماع التاسيسيه طبعا تاسيسيه في مهب الريح يعني من هنا لحد 1/9، لكن اتاجلت برضو في الا اذا دايما في حياتنا، وبالتالي اتاجلت ممكن ده يتيح لها فرصة أن تنتهي من وضع الدستور. طب إذا وضعت الدستور وحلت التأسيسية ده هيحصل إيه؟ لكن طبعا ده في فرصة ممكن مجلس الشعب يرجع، ممكن إلا إذا تلتين دي يرجع، يعني إيه هي حياتنا كلها بقى فيها إلا إذا. خلونا نذهب إلى نقابة الصحفيين، كان شاب فيها في أحد أدوارها حريق، نتمنى أن يكون محدودا. ومعي على الهاتف الأستاذ كارم محمود سكرتير عام النقابة. مساء الخير أستاذ كارم. مساء النور يا سلامين. أهلا بك، طمني عن النقابة ويعني الحريق قد إيه، تم السيطرة عليه، إيه الوضع بالظبط؟ يعني هو الحمد لله اللي يعني تم السيطرة بشكل سريع على النيران اللي شبت النهاردة في حدود الساعة 7:30 تقريبا في الدور الخامس من مبنى النقابة، وهو دور مغلق وغير مستخدم. يعني هو يعني دور غير مؤهل حتى كمان، يعني مش متشطب، حتى مش متشطب. انا فاكره مش متشطب احد الادوار الثلاثه من النقابه اللي هو مش متشطب ومش مستخدم. لكن كان بيتم تشوين بعض الاثاث القديم وبعض الصحف والكتب القديمه الزائده عن حاجه المكتبه، كان بيتم تشوينها في الدور الخامس، وهو دور مغلق تماما، ما فيش حد بيصعد اليه، لا يعني سواء من المترددين على المبنى او من موظفين النقابه الا بنظام معين، اللي هو كمان الدور مقفول، المفتاح بتاعه بيكون فقط مع مسؤول الصيانه في المبنى. فهنا بقى كان في مشكله نفتحه ازاي عشان نشوف موضوع الحريق ده. هو طبعا يعني هو مشاب الحريق، يعني
الناس الموجوده في النقابه، مدير المبنى كان يعني كان متواجد بالصدفه يعني بعد مواعيد عمله الرسميه، الناس اللي مسؤوله عن تامين مقر النقابه وحمايته وصيانته من شركه المقاولين العرب اللي بتتولى يعني صيانه وحمايه مبنى النقابه متعاقده يعني، قاموا بالتصرف السريع يعني شغلوا اجهزه الاطفاء الموجوده في المبنى سواء الطفايات الحريقه والخراطيم المياه وبسرعه، وقدروا يعني الحمد لله يعني الحريق الحمد لله خسائر محدوده في هذا الدور فقط؟ بالظبط كده الحمد لله، قدروا في وقت وجيز ان هم يسيطروا على الحريق. ما عرفتوش اسبابه ايه يا استاذ كارم؟ قبل ما تمتد النيران يعني لاي مكان اخر، الحمد لله. حتى يعني سيطروا عليه كمان قبل وصول اجهزه الدفاع المدني والاطفاء، اللي وصلت كان ما تبقى من النيران هو الدخان الكثيف، وقامت اجهزه الاطفاء بتبريد طبعا الجدران بتاعه الدور عشان ما يحصلش النيران ما تشتعلش مره اخرى يعني. السبب الحقيقي او السبب الواضح يعني الرسمي يعني، طبعا احنا في انتظار يعني تقرير خبراء الادله الجنائيه، لكن المرجح حتى الان يعني حسب المعاينه المبدئيه يعني اللي قامت بها الشرطه، انه قالوا ان المرجح انه يكون اشتعال ذاتي من كميات الاوراق من كميات الاوراق والكتب المخزنه يعني. وبالتالي لازم تفضوا الدور ده بقى يعني نشوف له يعني نشوف له هدف مثلا. اشكرك استاذ كارم محمود سكرتير عام نقابه الصحفيين. اذا يعني حريق محدود في النقابه، يعني النقابه دي بيتنا كلنا، وبالتالي بنهتم بيها كصحفيين ونتمنى الامن والامان ليها، لانها مكان مهم جدا. كل المظاهرات والمعارضات بدات من سلالم نقابه الصحفيين منذ سنوات طويله. نخرج فاصل، وبعد الفاصل نستقبل ضيوفنا النائب محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، والدكتور عماد جاد عضو مجلس الشعب السابق، ونسمع آرائهم حول الوضع الحالي، الوضع القانوني، قسم اليمين، تقاسم السلطة، أين نحن من كل هذه الأمور، ومتى نبدأ العمل في بناء مصر الجديدة؟